معانا على التليفون معالي السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجيه للشؤون الافريقيه سابقا. برحب بحضرتك معنا معالي السفير، مساء الخير. اهلا 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 وسهلا بحضرتك. يعني رايتك للزياره وما تم الاتفاق عليه يا فندم؟ طبعا هي زياره تاريخيه، هي الاولى من نوعها لرئيس مصري الى دوله جيبوتي، دوله افريقيه وعربيه تتحكم بموقع استراتيجي هام في البحر الاحمر، وبالتالي مرتبطة بقضايا المنطقة الأمنية والاستراتيجية والعسكرية. كذلك هي كما ذكرت حضرتك المنفذ البحري الرئيسي لإثيوبيا وإمداداتها الكاملة من خلال طرق ومن خلال خط سكك حديدية يربط بين ميناء جيبوتي والداخل الإثيوبي، وبالتالي التأثير على الموقف الإثيوبي من خلال التواصل مع دول حوض النيل ودول شرق القارة الإفريقية أمر هام جدا. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى بالرئيس إسماعيل عمر جيلا في نيويورك 2019 مع الرئيس يورو كينياتا رئيس كينيا في إطار التواصل والتشاور، خاصة أن احنا الآن في مرحلة كما ذكرت حضرتك شديدة التوتر بسبب التعنت الإثيوبي في مفاوضات سد النهضة. طبعا في بعد ثنائي هام جدا لهذه الزيارة أكد عليه السيد الرئيس، يعني حجم التبادل التجاري بينه وبين جيبوتي محدود في حدود 50 مليون دولار، لكن في جميع الأحوال جيبوتي دولة عربية إفريقية شقيقة بيننا وبينها روابط تنموية واقتصادية، يعني تعزيز قدرات جيبوتي التنموية من خلال دخول شركتنا ومستثمرين إلى الداخل الجيبوتي وتدخل في مشروعات البنية التحتية وتطوير العملية التنموية والاقتصادية في جيبوتي أمر هام أكد عليه السيد الرئيس في كلمته. كذلك لدينا فرص استثمارية هامة في تطوير الموانئ وفي العمل المشترك من أجل إقامة منطقة لوجستية. تعلمي الموقع الجيوبوليتيكي الهام والاستراتيجي بجيبوتي الحاكم في منطقة قريبة من باب المندب، قريبة من خطوط الملاحة الدولية وخطوط إمدادات النفط والغاز والمضايق وحركة الأساطيل الدولية، وبالتالي الترابط بين مصر وجيبوتي في مجال الموانئ وإقامة مناطق لوجستية. تعلمي أن كثير من الدول وعلى رأسها فرنسا والصين والولايات المتحدة وروسيا لهم مناطق لوجستية تسهل حركة الأساطيل والسفن التجارية والعسكرية التابعة لهذه الدول، وبالتالي هذا الموقع الحاكم الذي اجتذب كل دول العالم. أكدت مصر خلال هذه الزيارة الهامة أهمية إقامة منطقة لوجستية مصرية لنقل السلع وتبادل الخبرات في مجال الموانئ البحرية، بالإضافة بكل التأكيد لخلفية مصر من خلال معاهدها والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية، هذا العمل المشترك لتدريب الكوادر الجيبوتية في كافة مجالات العمل الاستثماري والتنموي هامة للغاية. كذلك يعني هناك بعد ثقافي بوسع دولة عربية إفريقية إسلامية من خلال الأزهر الشريف ودوره في ترويج هدفه السامي للرسالة المعتدلة للأزهر في كل أرجاء القارة الإفريقية، خاصة وأن شرق القارة في تنظيمات راديكالية وإرهابية كجماعة الشباب، بالإضافة إلى أن هناك العديد من القضايا المرتبطة بعدم الاستقرار الإقليمي أستاذة لبنى في الصومال وفي إثيوبيا الداخل، وكذلك ارتباط السيل بملف سد النهضة. وكذلك يعني يؤكد السيد الرئيس أن اضطراب هذا الموقع الهام والاستراتيجي في شرق القارة الإفريقية والقرن الإفريقي بسبب الموقف الإثيوبي هو ضار بالجميع، ضار بجيبوتي، بيهدد استقرار المنطقة كلها زي ما قال الرئيس. صحيح يا فندم، بيهدد كل المنطقة وبيهدد أيضا أمن الملاحة وبيهدد دول الخليج. يعني علينا أن احنا نكون واضحين أن الواقع في إقليم القرن الإفريقي لا يخص مصر والسودان وإثيوبيا ويخص العالم أجمع، وأنا أظن هذه الرسالة وصلت لدولنا العربية في الخليج ووصلت لجيبوتي اليوم ووصلت للمبعوث الأمريكي وللرئيس بايدن في اتصاليه
الهاتفية، وصلت للقادة الأفارقة للتقاهم السيد الرئيس أيضا في قمة باريس لدعم الاقتصاديات الأفريقية، وكذلك في قمة الانتقالية لدعم السودان في باريس، وفي لقاء الرئيس ماكرون. لدينا مخاطر على مستوى القرن الإفريقي مرتبطة بالإرهاب، مرتبطة بالتوترات التي يثيرها النظام الإثيوبي على صعيد الداخلي، وأن هذه المخاطر قد تمتد لأمن الملاحة الدولية ولأمن الخليج، وكذلك لأمن المضايق ولحركة الملاحة وإمدادات النفط والغاز. كل هذه العوامل مرتبطة بجيبوتي والموقع الاستراتيجي الحاكم الذي يستدعي العمل المشترك من أجل تحقيق التهدئة والتواصل مع الجانب الإثيوبي للتوافقات، وإلا كان الضرر شاملا كما ذكر السيد الرئيس للجميع. أنا بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا لحضرتك، معالي السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية سابقا، توضيح مهم لأهمية العلاقة والشراكة مع جيبوتي في هذا التوقيت، توضيح المواقف مصر وتحذيرها، يعني إنها بتقول المجتمع الدولي قبل كده يا ما حذرنا ويا ما الرئيس اتكلم عن تحدي الإرهاب ومواجهة هذا الفكر وإنه هيطال الجميع وما فيش حد بعيد عن هذا الخطر. النهاردة تحذير تاني بنتكلم على إنه مش بس هي قضية وجودية ومصيرية لدولتي المصاب بمصر والسودان، لكن قضية لو يعني ما تحلتش وحصل يعني تصعيد في المواقف وزيادة في التعنت الإثيوبي وتحرك من مصر أو السودان، ده هيؤدي لتوتر وعدم استقرار في المنطقة يطال الجميع. وده دايما يمكن مصر دايما بتتكلم عن كده، إنها بتقول بتوضح آدي الموقف، يعني لو ما تحركناش هيحصل كذا وكذا، بتعمل وبتقدم كل السيناريوهات الممكنة تفاديا طبعا لأي شيء أو عدم استقرار.